بسم الله الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب نقول لينكس، معكم عبد المجيب. طيب اليوم بتكلم عن ترقيه لينكس منت. اوكي، راح اتكلم عن شيء يمكن اول مره اتكلم عنه في القناه، وهو منت ابجريد. شو اشتي ولا طاير كذا. المهم طالع لي تقول نجي سعره الترقيه. طبعا الطرق الترقيه في طرق كثيره. اوكي، واحده من الطرق المتعارف عليها انك مثلا تدخل على مصادر البرامج وتوجه او تغير اسم الاصدار الحالي على الاصدار الجديد. لكن في لينكس منت في طريقه افضل طبعا، وطريقه اكثر امان. اول شيء طبعا عندنا حاليا نسخه 18، والناس كثير تسأل كيف اسوي ترقيه. اول شيء تاكد ان النسخه هذه مزبوطه على جهازك، ماشي؟ بمعنى انه هل انت جربته؟ لا، حمل النسخه وجربه على جهازك طبعا من اللايف سي دي اللي القرص الحي. اذا شفت ان الوضع تمام وكله حلو يلا ركب. طبعا هو ينصح دائما اذا انت رجال ما ركبت اشياء جديده على جهازك، يعني على سبيل المثال برامج ستاندرد قياسيه، مجرد برامج اللي تجمع لينكس منت، فالافضل انك تركب النظام جديد. اوكي، اسهل لك، اسرع لك، اكثر امان لك. لكن اذا انت مركب برامج نت بينز مدري وشو غوف سي فيو قروشه مثلي فوكس كريم استغني عنه، شغلات كثيره، فالافضل انك تسوي ترقيه عشان ما تعيد تثبيت برامجك من جديد وتجيك النسخ الجديده. الطريقه الاكثر امان للترقيه في لينكس منت انك تستخدم المنت ابجريد نفسه. اوكي، طبعا راح اشرح لكم منت ابجريد وشو، لكن في برضه في المنت المنت ابديت نفسه يحل لك الموضوع. اول حاجه انا عندي طبعا نسخه لينكس منت 17، هذه قديمه جدا. احنا وصلنا كم بس نشوف نسمعنا كيانا، احنا واصلين 18، في قبلها طبعا 3 و2. فانت كيف تسوي ترقية؟ طبعا في حاجه هنا مع التحرير edit upgrade to linux mint 13 او عفوا 17.3 اللي هي روزا. الترقية من 17.2 الى 17.3. اوكي، هذه سهله موجوده هنا، فمعناته اني اقدر اكبس هنا وبعدين اقول استمر استمر. طبعا راح يقول لك انه ما ادري ايش وكذا، وانه ترى فيه خطوره والى اخره. طبعا راح ندخل رقم سري، والان راح يبدا يحمل اللي هي النسخه او الحزم الجديده، بحيث انه بيعدل لك طبعا مستودعاتك الحاليه، يركب التحديثات، بعدين يمشي خطوه خطوه بحيث انه يحدث لك اياها الى نسخه 17.3. طيب انا حاب انتقل من 17.3 الى 18، هنا يجي دور المنت ابجريد. اوكي، المنت ابجريد راح ياخذك من منت 17.3 الى 18 بسهوله. لا تجازف وتنتقل من 17.2 او 17 قفزه على 18، في مشاكل بتحصل في الحزم لسبب انه تحتاج انك ترقي اول حزمك الى 17.3، فنسخه 3 لازم تروح لقبل ما تروح ل 18، لانه انا جربت انتقل من 17.2 على 18 صار عندي مشاكل في الحزم ووقفت ونقلتها واحده واحده. ماشي؟ طيب طبعا انت سرعه اتصالك يمكن تقعد يوم، يمكن تقعد ساعتين، يمكن تقعد 5 دقائق، انت سرعه الاتصال الموجوده عندك. لا 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 اصبر لين اخلص. يلا ورانا شغل. ورانا شغل خلصنا. طبعا مش كاس القهوه من الدرس اللي راح ما خلص. طلع ايس كافي الحين. بارد. هالحكي يخلص ايش قاعد زين ذا. طبعا قاعد ارفع فيديو واحمل شغلات فالانترنت طالع الله بالخير. خلص الحين بيقول لك اني بسوي ابجريد. طيب يلا. طبعا زي ما تشوفين قاعد يحمل الحين ملفات الحزم، انا ما راح اخليه يحمل لانه بيطول الصراحه. اوكي، وهدف الدرس هذا مو باني قاعد احمل الحزم قدامك، لكن انت راح تخليه لحد ما انه ينتهي تماما، وبعدين تسوي اعاده تشغيل لا تنسى عشان الكيرن الجديد يركب. اوكي، بعد ما انك تخلص الحفله هذه كلها في عندي حزمه بسيطه راح اعرفك عليه اسمه منت ابجريد. وهذا هو هدف درسنا. اوكي، طبعا الحزمه زي ما انتم شايفين اسمها راح تركب بالشكل هذا، سوي اب جيت انستول منت ابجريد. ماشي، منت ابجريد هذا طريقه جدا راقيه للتعامل مع التحديثات. هذا حاب تنقل من 17.3 الى 18. طيب الحين خلونا نجرب نكتب منت ابجريد. اول شيء راح تسوي تشيك، راح يسوي تحقق وش اللي موجود. شوف ايش قاعد يقول لك، يقول فيرجن اوف لينكس منت از كيانا اونلي لينكس منت 17 يعني 0.3 كان بي ابجريدد
218. لاحظ هذه هي النقطة اللي قلت لك إياها قبل شوي، إنه لا يمكن إنك تنتقل ما بين لينكس مينت 17 أو 17.2 إلى 18 بشكل دايركت. هذا المنت أبجريد خاص بالنقل ما بين النسخ، يعني بشكل مثلا ما بين 17-18، مو بخاص بالنقل ما بين 17.2-3 أو 17 إلى 17.2. فعشان تحل الموضوع هذا سو أبجريد بالطريقة اللي قلت لك إياها أول، وسوي إعادة تشغيل. بعد ما انك تسوي طبعا اللي هو منت ابجريد تشيك، ايش بيسوي لك هو؟ هو بيعدل لك هذا الملف. طبعا حاب اوريكم اياه، كات اي تي سي ابت ريسورسز، ايش ذا والله ما يطلع سورس ليست، ايوه دوت دي، بعدين اوفيشال باكجز. هذا راح يعدل لك اياه زي ما انتم شايفين. احنا اللي عندنا الحين روزا، اوكي، هو قاعد الان ليش؟ لانه قبل شوي انا سويت بالابجريد تعديل، اوكي، قبل كان في كيانة هنا، أوكي. فلو جينا سوينا الحين cd etc apt sources dot list ls طبعا محفظة، كان في كيانة فعدل إلى روزا، ثم راح ينتقل إلى روزا. بعد ما يخلص المنت شيك راح ينقلك من روزا إلى سارة، راح أغير هذه سميها سارة، وراح أغير ترستي إلى زينل أو زينيل اللي هي نسخة أبونتو الجديدة، ثم راح يسوي لك ترقية. طيب حنا معلين راح نشرح الدرس على كل حال. بعد ما تسوي منت شيك راح يقول لك اني راح انقلك على النسخه 18، قل له يس، اعطيك خيار بالشكل هذا، يس نو بالشكل كذا، انت راح تختار يس، اوكي، عشان تنتقل على المرحله اللي بعدها. بعدين راح تسوي منت ابجريد داونلود. المنت ابجريد داونلود راح يحمل الحزم بدون ما يثبته، اوكي، تحميل كامل، خليه يولي، راح يسوي شغلك انت لحد ما يخلص التحميل كامل. بعد ما يخلص التحميل كامل راح تشتغل على منت ابجريد ابجريد بالشكل هذا، منت ابجريد ابجريد. الان راح النسخه والحزم اللي انت حملتها على جهازك راح يثبتها على النظام. بعد ما تخلص وخلاص كل شيء تمام، طبعا يطلب انك تقعد تناظر الجهاز عندك لانه في حاجات تطلب موافقتك. دائما خليك يس 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 يس، دائما دائما موافق على كل شيء، وخلي كل شيء بالطريقه الافتراضيه علشان يخلص كل شيء بسرعه. طيب وبعدين خلصنا الحفله هذه، ايش بنسوي؟ بنسوي بكل بساطه سودو ريبوت اللي هي اعاده تشغيل. بعد ما تسوي على التشغيل الان انت تستخدم لينكس مينت 18. اليوم تعلمنا شغله جديده اول مره اشرحها على القناه اللي هو مينت ابجريد، اوكي. قلنا المينت ابجريد استخدم ثلاث خطوات. اول شيء مينت ابجريد تشيك، ولازم تكون 17.3. بعد ما تخلص مينت ابجريد تشيك راح تسوي داونلود. طبعا هو اي حاجه يسالك يقول لك يس او نو لازم تقول له يس، لان راح يغير مصادر البرامج عندك. بعدين راح تسوي مينت ابجريد داونلود يحمل لك كل الحزم الجديده. بعد المينت ابجريد داونلود راح تسوي ابجريد. بعد الابجريد كل شيء راح يكون ان شاء الله تمام. طبعا زي ما قلت لك اقعد عند الكمبيوتر وافق على كل التحديثات الجديده. بعد ما تخلص سوي ريبوت او سوي اعاده تشغيل عاديه من اي مكان. بعد ما تخلص كذا راح تكون انت انتقلت الان على نسخه 18. هل انصح بالانتقال على نسخه 18؟ نعم انصح، لانه النواه الجديده تدعم عتاد كثير، عتاد هاردوير يعني، اوكي، وفيه تحسينات كثيره وفيها سرعه. راح تلاحظ انه في سرعه بالتشغيل خصوصا لو كان عندك هارد ديسك اس اس دي، اوكي، اذا كان عندك هارد ديسك اس اس دي راح تشوف انه فيه طيران. طيب انتهى درس اليوم، نشوفكم ان شاء الله في درس قادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.